أصدقائي الأعزاء، عندما ننظر إلى المسلسلات التلفزيونية الأكثر شعبية في الفترة الأخيرة، نرى الشخصيات ذات الأداء الرائع وراء نجاحها. بناء على تعليقاتكم، جمعت لكم 7 أزواج من المسلسلات التلفزيونية التي تناسب بعضهم البعض أكثر. إذا كنتم مستعدون فلنبدأ. يحتوي في الواقع جسور وسهان على نص بطيء، تم بذل الكثير من الجهد لشرح هذه المشكلة في بداية السلسلة، ولهذا السبب ترك علامة استفهام في أذهان الناس. لكن في وقت قصير انتعش المسلسل بفضل الحب المضطرب بين الشخصيتين جسر وسوها، ونتيجة لتطابق الجميل مع بعضهم البعض ظهر هذا العمل بشكل جيد. 6. أطيش وأصلي. بينما بدأ مسلسل بودروم مصالي وكأنه مسلسل صيفي، فقد نجح في إبقاء الجمهور ملتصقا بالشاشة في وقت قصير. علاوة على ذلك، على الرغم من وجود العديد من الأزواج المختلفين في السيناريو، إلا أنه بعد فترة معينة ظهر الأزواج النجوم الذين كانت قصصهم منتظرة بفارغ الصبر. بفضل الكيمياء المتناغم بينهما أصبحت أصلي وأطيش ثنائيا متمكنا وفازوا بقلوب الجميع مؤخرا. رقم 5. لالي وأنور. تم التغلب على المواقف المملة لشخصية أونور في بداية المسلسل إلى حد ما، حيث أصبحت شخصيات الزوجين أقرب إلى بعضهم البعض. لقد صنعوا ثنائي جيدين بشكل غريب، ويبدو أننا وجدنا فيهم كرامة الرجل والطبع العدواني السلبي للمرأة. رقم 4. عزيز وجودي. ربما تظنون أن هناك نكتة هنا، فهذان الزوجان متزوجان بالفعل، وهما بالفعل زوجان حقيقيان، لكن ليس من السهل نقل ذلك إلى الشاشة بهذه الدقة. على العكس من ذلك، نحن نتقبل عيون هذين الزوجين لأنهما كان قادرين على إعادة خلق نفسيهما كزوجين مختلفين تماما مثل عزيز وجودي. رقم 3. لقد أصبحوا أحد الأزواج الأكثر ملاءمة في الآونة الأخيرة. لقد أصبحت أرواحهم الهشة المتبادلة، ولكنها تحاول البقاء على قيد الحياة، متوافقة جدا مع بعضهما البعض بمرور الوقت، لدرجة أن قلوبنا ترتعش عندما ننظر إليهما. أنا أتكلم عن ديلان وبران من مسلسل زهور الدم. كمال ونيها. كانت شخصية نيها ضعيفة أمامه كاريزما بورا، لكن الأمر لم يحدث بهذه الطريقة. إن شخصية نيها بوقفتها المستقيمة وروحها القتالية تحت مظهرها الساذج مكنت من ظهور ثنائي ناجح. بدأنا بالفعل نؤمن بهذين الزوجين وأصبحنا نقضي وقتا معهم. مسلسل الأمانة، خليل وسلة هم في المرتبة الأولى. كما تعلمون هناك بعض الأزواج الذين يجعلونكم ترغبون في قول ما شاء الله. إيماني، يمن وصحر هما أحد هؤلاء الأزواج. من الصعب جدا تصديق وحدة الممثلين الجميلين، لكن كلاهما جميلين وعلاقتهما جميلة، وهي كانت ستكاد أن تكون حقيقية. حتى لو كانت حقيقية، أي زوجين من المسلسلات التلفزيونية في رأيكم الذين لا يتناسب مع بعضهم البعض على الإطلاق، وأيهما يبدو أنه تم إنشاؤه لبعضه البعض؟ في الحلقة الجديدة من مسلسل زهور الدم ذكرت في تحليل السابق أن ديلان ستطرح سؤال من هي عائلة حنيفة وسيد، وطبعا حصل كما قلت. إذن ما هو المسار الذي ستتخذه ديلان في حياتها القادمة؟ كيف ستكتشف صبيحة حقيقة أنها والدة ديلان؟ قبل أن أبدأ هذا التحليل، لا تنسوا متابعة الصفحة. وفي الحلقة الجديدة من المسلسل ستتعرف ديلان على هذه الحقيقة عندما تعلم أنها متبنات. في الواقع إذا بقينا في هذا الموضوع لفترة أطول قليلا، فستعلم قريبا أن صبيحة هي والدة ديلان. بالمناسبة كان لطيفا جدا عندما قالت ديلان لبرا: ابق دائما هكذا، لا تترك يدي أبدا، بغض النظر عما يحدث دعنا لا ننفصل أبدا. وقال برا: هذه اليد ستمسك بيديك طالما أنا أعيش. ستدفع حنيفة بالطبع ثمن ما فعلته بديلان. بفضل المشاعر التي تشعر بها صبيحة تجاه ديلان ستكون أقرب إلى ديلان، ولهذا أعتقد أن صبيحة ستكون قادرة دائما على ملاحظة رقبة ديلان وكشف الحقيقة، كما سيدعم السيد قدرة الآن إعادة توحيد جون وفوران. في الحلقة الجديدة من مسلسل الطائر الرفراف، بينما كانت سيرا تنتظر قدوم فريد إلى القصر، تركت الفستان الأحمر المنخفض الذي ارتدته سيرا والشموع المشتعلة حولها والورود المتساقطة على الأرض علامة استفهام في ذهنها. لذا إذا لم ترتب سيرا كل هذا العشاء الرومانسي، وردت فريد بكلمات قاسية بقولها: لا تناديني سيرا. فهل كل هذا حلم سيرا؟ قبل أن أبدأ هذا التحليل، لا تنسوا متابعة الصفحة في الحلقة الجديدة من المسلسل. ومع دخول فريد القصر يتجاهل كل شيء وكأنه لا توجد زخارف، وتشتعل الشموع والورود على الأرض من حوله، ونرى أن سيران لا تظهر ولو أدنى تعبير عن المفاجأة على وجهها. ربما تكون في حالة غضب من حلم سيران في ذهنها لأنها لم تكتشف عن بعض الحقائق التي أخفاها عنها فريد. نرى أن كتاب السيناريو يبذلون قصارى جهدهم لرفع التصنيف، لكن يزعمون أن هذا غير كافي، ولهذا السبب بعد بضع حلقات سنرى تغييرات في السيناريوهات مع فريق الكتابة. عندما حملت بيلي
قبل فريد الطفل في رحمة بيلي دون أن تطلب إجراء اختبار الحمض النووي. لكن عندما تعلم سيران هذه الحقيقة، قد تطلب من فريد إجراء اختبار الحمض النووي. بعد اختبار الحمض النووي بالطبع سيبدو أن والد الطفل هو فريد، وسيفهم المراقب أن بيلي تخطط لشيء ما. إذن من هو الطفل في بطن بيلي؟ الجواب على هذا السؤال يذكرنا بالضبط أنه سينضم سيرتر إلى المسلسل بعد بضع حلقات على أي حال. لهذا السبب أعتقد أن فريد سيصبح مهووسا بسيرتر مرة أخرى تماما كما سيتبنى سيرتر الطفل في رحمة بيلي. في الحلقة الجديدة من مسلسل زهور الدم لا تستطيع ديلا التغلب على صدمة الحادث عندما تعلم من سيفيري أنها متبنات. قبل أن أبدأ هذا التحليل لا تنسوا متابعة الصفحة. وفي الحلقة الجديدة من المسلسل ستبدأ ديلا في التساؤل عن عائلتها الحقيقية عندما تعرف الحقائق، ولهذا السبب ستبدأ والدتها وأبيها بالتحقيق بمعرفة هويتها. ستحاول ديلان أولا الحصول على معلومات من سيت حول هوية والدتها وأبيها، لكن سيت سيعطي معلومات عن والدها فقط لأن سيت يواصل أبحاثه في الخارج ولا يعرف من هي والدة ديلان. أعتقد أن بران سيكتشف على الأرجح من هي والدة ديلان قبل أن تعرفها ديلان. أو احتمال آخر هو أنه عندما تذهب ديلان إلى صبيحة أعتقد أنها ستلاحظ نفس القلادة على رقبة صبيحة وتتحقق منها. بالطبع من أجل عدم كسر الثأر ستخفي ديلان حقيقة تبنيها من برا لفترة من الوقت، لكن ديلا ستقلل من اهتماماتها بعائلتها لأنني أعتقد أنه ستتوقف عن الصدق كما كانت من قبل عندما تتذكر أن السيدة عاملتها معاملة سيئة لأنها متبنات. إذن ما رأيكم في هذه القضية؟ هل تعتقدون أن ديلا يجب أن تنتقم من حنيفة؟ أجاب الممثل تشاغلار أرتوغل الذي حضر العرض الأول لفيلم منصة أمازون برايم الرقمية على أسئلة حول حياته المهنية والشخصية ملحا إلى احتمال زواج يوم الأربعاء 15 نوفمبر. أقيم العرض الأول للفيلم الجديد على منصة أمازون براي الرقمية الكبيرة بحضور تشاغلار أرتوغل وعديدا من الضيوف المدعوين. كان تشاغلار أرتوغل الذي عاد من أورلا حيث يقوم تشاغلار في إسطنبول ذكر أنه لديه مشروع جديد، لذلك اضطر إلى العودة إلى إسطنبول بسبب المشروع وبسبب أيضا التزاماته المهنية. وقد ذكر الصحفي أن الممثل صرح بكلمات صعبة عن صعوبة الزواج بالنظر إلى تكلفة المعيشة. وضح عندما قال هذه الكلمات أن أحد هذه الصعوبات هي الطلاق. قال علاقتي مستمرة منذ 7 سنوات ومعظم العلاقات لا تدوم طويلة كما علاقتنا ناجحة، وفي المستقبل القريب سنستمر في الزواج. إذا كان سيحرق كل شيء ويتحول إلى رماد، ألا تعتقد أنه من الأفضل إبقاء كل شيء سرا؟ ألا تعتقد أن كل شخص في هذا المنزل لديه ما يخفيه؟ هل هذا هو مدى جنونك؟ هل هو حفيده؟ أنت تضيع شرفك وأحبابك لمصالحك الخاصة دون أن يرف له جفن. هل تمزح معي؟ ليس لديك أب ولم تتزوج بعد، ماذا تعني؟ انظر ماذا فعلت، بدأت تتجاوز حدوده. انظروا أنا أحذركم للمرة الأخيرة، لن أستسلم ولن أتوقف عن مشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل الطائر الرفراف. بيلين ستترك بصمتها في الحلقة الجديدة من مسلسلنا الطائر الرفراف. قبل الانتقال إلى هذا التحليل لا تنسوا متابعة الصفحة. رغم كل هذا بعد الأحداث سيران التي لا تزال تقف خلف زوجها تصاب بصدمة حياتها عندما تعلم حقيقة الشيح الخاص بفريد. إنها مسألة فضول ما إذا كانت سيران ستقف بجانب فريد أو تترك فريد. لكن كاظم لن يبقى صامتا وسيحول كاظم القصر إلى ذهب مرة أخرى. يواصل مسلسل شخص آخر الذي يتم بثه على قناة فوكس تي في جذب اهتمام كبير في الخارج على الرغم من انخفاض معدلات المشاهدة في تركيا. أصبح المسلسل الذي قامت ببطولته هاندا أرتشيل وبوراك ديني أحد أكثر المسلسلات التركية الشعبية في معرض المحتوى الإعلامي ميبكوم الذي أقيم في مدينة كار. كما حظي هذا المسلسل باهتمام كبير من محبي المسلسلات العالمية على وسائل التواصل الاجتماعي. جذبت السلسلة اهتمام دول أمريكا اللاتينية مما أدى إلى مشاركته في معرض ميبكو وهو أكبر سوق للمحتوى الإعلامي في مناطق أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة. السبب الرئيسي للاهتمام الدولي الكبير بالمسلسل هو الثنائي الشهير هاندا أرتشيل وبوراك ديني اللذين كان المعجبون ينتظرون بفارغ الصبر لقائهما على الشاشة. يستمر الممثلون في تلقي دعم هائل من معجبيهم على وسائل التواصل الاجتماعي على أمل أن يتمكنوا من ضمان بقاء المشروع. على الرغم من أن المنتج تيمور سافجي قد ذكر موسما ثانيا محتملا، إلا أن مصير مسلسل شخص آخر لا يزال غير مؤكد. ربما تساعد المبيعات الجديدة
في المكسيك في إقناع إدارة القناة بمواصلة العرض، ومع ذلك هناك تكهنات بأنها قد تنتهي السلسلة بحلول الحلقة 13. وبغض النظر عن ذلك، يعد المسلسل بمثابة مثال حي على كيفية استمرار المسلسلات التركية في اكتساب شعبية في جميع أنحاء العالم.